الصيام هو فترة كتير مهمة ومتعة روحية وصيانة مجانية لكل خلايا الجسم، في فوائد للجهاز الهضمي، في فوائد لجهاز المناعة، بتخف الشعور بالحموضة، الغازات، حتى الاكتئاب. الحوامل كلهم معظمهم بيتمنوا انه يصوموا، وكل الحوامل الأصحاء نحن بننصحهم بالصيام، لكن في بعض الحوامل ممنوع عليهم الصيام، منهم الحوامل بحمل توأمي، الحوامل بتكرر إسقاطات متكررة أو ولادات مبكرة، أو إذا كانت الحامل وزنها أقل من 50 كيلو، الحوامل اللي عندهم مشاكل بالتخثر بسبب أنه انصابوا بالتهاب الوريد الخصري أو الصمة الرئوية، أو اللي صار عندهم مشاكل تتعلق بارتفاع الضغط الشرياني، أو المرضى السكريات، هدول أبداً ما بننصحهم بالصيام، لأنه الصيام رح يسبب مشاكل لهم وللجنين. طبعاً كمان الجنين اللي وزنه قليل، الجنين اللي المي حواليه قليلة كمان، أمه لا تنصح أبداً بالصيام.